منطقة دور النفط في البصرة معرضة لفقدان متنزهها بعد قرار شركة نفط البصرة بتجريفه وتحويله إلى أراضي سكنية ستوزع على المدراء في الشركة. بالنسبة لهذا المتنزه هو المتنزه الوحيد بمنطقة دور النفط والمتنفس الوحيد للعوائل. تفاجئنا احنا شركة نفط البصرة تريد تزيله إلى 12 قطعة سكنية، هاي اعتبرها جريمة بحق الإنسانية. احنا كشباب دور النفط نستنكر هذا الشيء بإزالة المنتزه، هاي المنتزه نجي نتونس بيها، نجي نرفي بيها، تجي بيها العوائل، فنستنكر إزالة هاي المنتزه وإلى تقسيمها. وأكيد إنه هاي قطع الأراضي راح تتوزع على المدراء والمسؤولين في شركة نفط الجنوب. سكان الحي سارعوا إلى الاعتراض على هذا القرار وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل، لكن كما هو معتاد لم يستجب لهم أحد. ناشدنا عدد كبير من المنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ونواب وجهات سياسية بإيقاف ومحافظ البصرة ووزير النفط بإيقاف هذا، لكن ما حد استجاب لنا وما حد وقف لنا. بلدية البصرة اكتفت باستنكار تجريف المتنزه الوحيد في منطقة دور النفط، إلا أن هذا الاستنكار لم تعقبه خطوات جدية لمنع تنفيذ القرار. بالنسبة للأراضي الخضراء لا يجوز تحويلها إلى سكنية، تعرف هذه أراضي موجودة في التصميم الأساس باقي خضراء. كذلك تم إعداد كشوفات ومخططات إن شاء الله ستحيلها شركات منفذة. الزحف السكني على المناطق الخضراء وصل إلى حد خنق رئات المدن عبر التعدي على حدائقها ومتنزهاتها التاريخية، وذلك ما يضاعف الأزمة البيئية وخصوصا في محافظة البصرة التي ارتفعت بها نسب التلوث.